مؤتمر ناجح جدا، كنا مع غير مؤتمرات المدونين، وبعتقد صار في صيغة معينة مشتركة المدونين اتفقوا عليها ليبلش خطة عمل. بعتقد هيدي كانت نتيجة جدا مميزة للمؤتمر. بصراحة المؤتمر كان جيد، تحضير شباب مشتغلين بشكل لطيف، وتشوف الحماس يعني بيهم وشغلهم. طبعا هذه بداية كمؤتمر أول، بالتأكيد المؤتمرات الجاية راح تخليهم أكثر يعني تسوي العملية أكثر واضحة بالنسبة لهم. هو خطوة تمر المدونين هي أصبحت الآن لنا قاعدة نستند عليها من أجل الوقوف في واقع التدوين في العراق، رغم بعض العقبات والمشاكل التي تم تدوينها من قبل المدونين، وسنبحث في خطوة ثابتة من أجل وضع خطوات رئيسية للعمل في تدوين العراق. بصراحة كان مؤتمر كثير حلو بشكل منظم، انه التقينا بنخبة من المدونين اللي التقينا بهم سابقا، حاليا التقينا بوجوه جديدة، طرحنا كثير من الامور وطلعنا اتفاقات حلوة وصارت انتخابات، انه الحمد لله وشكر انه شفنا انه صارت شيء سلس وسهل، وطلعوا يعني وجوه انه تستحق انه تمثلنا كمدونين. تشرفت ان اكون من الحاضرين في مؤتمر المدونين العراقيين الاول. اشكر الجهه المانحه والمنظمين والمنسقين، واتمنى منهم ان يعيدوا مثل هذه الخطوه في المستقبل حتى تستهدف مدونين اخرين. حقيقه انا سعيده جدا بتواجدي بمؤتمر الاول للمدونين العراقيين. هي تجربه جديده بالنسبه لنا كاعلاميين وكمدونين، استفدنا كثيرا من هذه التجربة بأن تعرفنا إلى أشخاص جدد، أصبح لدينا تواصل، ستكون هناك شبكة خاصة تجمع المدونين، سيكون هناك صوت واحد، منظر واحد، نستطيع أن نسلط الضوء على قضايا ربما لا يستطيع الإعلام ولا حتى القانون تبنيها. والله فرصة كانت يعني جدا رائعة، أنه التقينا أصدقاء وإخوان مؤتمر المدونين العراقيين، وأنا يعني جدا مسرور، وبصراحة أنه وجدت مو بس أصدقاء، مو بس مشابهين بالتدوين، وأنا لقيت أنه إخوان مشابهين بهواي طباع. أتمنى أن تكون هذه الخطوة الأمل كما سمينا المؤتمر اللي ننطلق من عندها، أنه نثبت أنه بإمكاننا تغيير، بإمكاننا استخدام هذه النافذة التدوين للتعبير عن الآراء والأفكار ونقل المعلومة ونقل الأخبار ونقل العلم، كل المجالات اللي ممكن واحد يعبر عنها أو ما يبقيها بداخله وينقلها للناس، خلي الناس تستفاد من عندها، وننشر العلم بأي صورة من الصور بهذا المجال. سرت خوشحالكم درب خوش يكبين كونغري بلوغراني عراق سليمانية بسكي ديارة لهم خوشتر أو هناسي مجتماعي الليرة هي بدية في جيواز دا شوين كاني تير، جيواز دا بابتا كاني تير الليرة هناسي كي مجتماعي بلاتانا هي دا كان كان رميان وكيلات سيري فيه كتا مشخالي كي زور بيوغي في بخالي كي زور دروز دات مري، يعني يمكن خالة إيجابية كان يوم كونغرية. حقيقة كان الجو الأخوي والوطني اللي كان بين الأخوة المدونين هي خال هي نقطة إيجابية ما فرحت الجميع. انطباعي عن المؤتمر بدءا من الأسس اللوجستية كانت ممتازة جدا، مع وجود عدد هائل من المشتركين المدونين العراقيين مختلف المحافظات قوميات ثم طوائف، كان توافق أكاديمي، كان توافق فكري، كان توافق إداري ما بين المشتركين ما بين الستاف. الحقيقة هذا المؤتمر الذي حضره قرابة 50 مدونا من مختلف المدن العراقية، مختلف المحافظات العراقية،
واستمر ليومين، يوم 8 و9 شباط فبراير 2012. كان مؤتمرا ناجحا، أكد المؤتمر من خلال حقيقة الكلمات التي ألقيت فيه، ومن خلال أيضا الورش التدريبية، ورش العمل التدريبية التي نظمت ضمن إطار هذا المؤتمر ولمدة يومين. حقيقة أكد على أهمية التنسيق بين المدونين العراقيين ووضع ميثاق شرف ينظم عملهم.